مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله. طيب أنا عندي دلوقتي يا شباب مشكلة وعايزين نقترح حل لهذه المشكلة. إيه المشكلة دي؟ نقرأ كده المشكلة من على السبورة. بسم الله، تفضل يا خالد. أنا صوتك معك. نرى كثيرا من الفقراء في بلدان مجاورة مثل اليمن وغزة وسوريا وغيرها، أصبح حال المسلمين هناك في فقر شديد، وأصبح المشكلة تحتاج إلى حل عاجل. وماذا تقترح لي؟ في ضوء دراستك، في ضوء دراستك اليوم لدراسة الذكاء حلا لهذا المشكلة. ممتاز. أنا عندي مشكلة أن الكثير من الدول العربية المسلمة المجاورة مثل اليمن وغزة وسوريا وغيرها من الدول التي تعرضت إما لحرب أو لسيول أو لفيضانات أو أي شيء من هذه الأمور، هذه الدول أصبح عندها نسبة من الفقر شديدة جدا. هذه المشكلة أصبحت مشكلة تؤرق هذه الدول. ماذا تقترح حل بعد دراستك لدرس الزكاة لهذه المشكلة؟ عبد العزيز، تفضل يا عبد العزيز. طبعاً يسوون جمعيات مثل جمعية دار الخير كان في أول. جميل. يطلعون رمضان يساعدون الفقراء ويروح يساعدون. مثل الناس يسوون فيه فطلات، يعني مو بس رمضان دائماً يسوون. يا سلام، نعمل جمعيات خيرية تقوم على إغاثة هذه الدول، صح كذا؟ كلام رائع. ها، تفضل يا حسن. إخراج الزكاة لهم. إخراج جزء من الزكاة لهم. طب هم على الفقراء، تقصد إن المصرف ده صح؟ إيه. طيب تمام، كلام جميل ورائع. ها، تفضل يا عمر. رائع، ندعم الجمعيات الخيرية المتخصصة في إغاثة هذه الدول. رائع. نزيد مبلغ الزكاة السنوي. جميل جميل، ونحاول إن إحنا نزيد من مبلغ زكاة السنوي. كلام رائع. حد عنده حل تاني للمشكلة يا شباب غير الثلاث حلول اللي تقالوا؟ طب تفضل. توعيد المجتمع. الله الله، شوف محمد قال حل بقى مختلف تماما. التوعيه المجتمع عشان اللي بيتاخر في زكاته او اللي لا يعلم عن هؤلاء شيء او اللي هو اصلا لا يخرج زكاته، يحاول ان هو يسرع ويبادر. جميل، جانب التوعيه جانب ايضا يساهم في حل المشكله. يبقى احنا عندنا ثلاث حلول اخذناهم للمشكله. رقم واحد، تخصيص جزء من الزكاه لهؤلاء. اثنين، توعيه المجتمع بمخاطر ترك هؤلاء وبمخاطر عدم اخراج الزكاه وبحرمه ذلك. الحل الثالث اللي قاله عبد العزيز ان احنا ننشئ جمعيات خيريه خاصه باغاثه الفقراء في الدول المجاوره. الثلاث حلول صحيحه، الثلاث حلول رائعه. جزاكم الله خير يا شباب، احسن الله اليكم.